كان من الجيش يعمد المسلحون على قتل المدنيين. التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا من دمشق محمد الخضر. استهدفت وحدات الجيش السوري تجمعات مسلحين في ريف القنيطرة جنوب غرب سوريا. وقال محترم اسمي ان الجيش قصف تجمعات مسلحين في رسم الهور والبيدرة الغربية وبئر عجم وقاني وقحطانية في ريف القنيطرة. وقف الشريط الفاصل مع الجولان المحتل وأوقع قتلى ومصابين في صفوف المسلحين بنبيها على طريق سدي الضيقة وكودنا في الجزء الجنوبي من القنيطرة. أما في درعا جنوبا فقد دمرت وحدة عسكرية مخفأة للمسلحين في بلدة ينخل وأوقعت قتلى ومصابين بين المسلحين حتى مطر عسكري الذي أضاف أن عددا من المسلحين قتلوا وأصيبوا أيضا خلال عمليات الجيش السوري في بلدات الكرك الشرقي وقصر الشام في ريف درعا الشرقي على طريق الأردن. أما في حما وسط البلاد فقد ارتكبت مجموعة مسلحة مجزرة أودت بنحو 14 مدنية بينهم أطفال ونساء في قرية الحضار في ريف المحافظة الشمالي. وقالت مصادر أمنية أن مسلحين هاجموا البلدة وارتكبوا المجزرة وقاموا بالتمثيل بالجدل. في هذه الأثناء سلم 248 مطلوبا أنفسهم في دمشق وريفيا وحمص وأدلب ودير الزور والنادفية وحماة للجهات المختصة. وقالت مصادر قضائية أن تسليمهم يأتي في إطار تسويات الأوضاع الجارية على امتداد الجرات قرط دمشق وفتح الطرق المحورية وتخفيف الحوادث الجارية في خطوة مصادفة لتخفيف الأعباء المرورية على المدنيين وتأكيدا على مناخات الأمن والاستقرار المتزايدة داخل العاصمة. وقالت مصادر في محافظة دمشق أنه جرى فتح طريق المجزرة جبل باتجاه مبنى الاتصالات بعد فتح عدة محاور في المدينة. محمد الخضر، إذاعة طهران، دمشق.